الحاجات المهمة اللي اتعملت، الاجتماعين الاتنين، واللي احنا ماشيين بالتوازي بقى، صناعة وبشر. ما هو بصي، لا تقدم بدون البشر برضو. صحيح. يعني احنا كنا بنتكلم ان الصناعه هتعمل لي، لان الصناعه فيها ميزه برضو، عشان يبقى حوارنا في الحته ديت مكتمل. يعني في ميزه مهمه في الصناعه، ان الصناعه بلا سقف. يعني ايه الصناعه بلا سقف؟ يعني لما تيجي تتكلمي على الزراعه مثلا، الزراعه لها سقف. سقف يعني ايه؟ مساحه وميه. صح. انت بيحكم حاجتين في الملف ده. عندك مساحه هتقدري تستصلحي 20 مليون فدان مثلا، يعني خلاص اكتر من 20 مليون فدان مش هتقدر. طب عندك ميه تكفي 10 مليون فدان، مش عارف ايه، مش هتقدري. طيب الصناعه الحاجه الوحيده اللي مالهاش سقف، صحيح، تقدري تتقدمي فيها بلا سقف وتبدعي فيها بلا سقف، فهي طوق الانقاذ الاساسي للاقتصاد المصري والصناعه. صحيح. طيب الصناعه بقى تتعمل ازاي؟ مع البشر. دون بشر. صح. لا يمكن، لازم عندك بشر مؤهل لهذه الثورة الصناعية اللي احنا بنتكلم عليها. وده بيبقى بقى منين؟ انت بتتكلمي على البشر من اول الحضانة، من اول كي جي 1 لحد ما يبدأ تخرجي لي مهندس كفء. صحيح. فني كفء. متخصص كفء، ايا كان التخصص ده ايه. انت عندك طبعا صراع مهم جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودول عامله ارقام ضخمه جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات. خلينا كمان ناخد الخبر يا استاذ محسن الخاص برضو بوزير التعليم العالي، انه بيتكلم على ناس على تحويل مصر لمركز اقليمي للابتكار والتكنولوجيا وفقا لرؤيه مصر 2030. بالظبط. وبيتكلم ان هو عايز تجديد في البحث العلمي وخلاف، اللي هو برضه هيبقى مفيد للصناعه. ما هو ده جزء كله اللي هي فكره التنميه البشريه. انا بيحضرني حاجه مهمه هقول لحضرتك عليها. في اب قطع خريطة العالم، قطعها وده لابنه، قال له خد اعمل لي الخريطة. وكان قاصد، وانا هقول لك ليه قاصد. فالولد بسرعة راح عامله الخريطة ورجعها له. فبيقول له الأب، بيسأله بيقول له أنت شاطر في الجغرافيا كده؟ كويس. قال له لا، أنا مش شاطر في الجغرافيا. بص على ظهر الخريطة. ظهر الخريطة فيها إيه؟ كان فيها إنسان. فهو الولد جمع الانسان، مش جمع الخريطه، ما جمعش الخريطه. فحينما جمع الانسان جمع الخريطه. دي الرساله المهمه. صح. لن يكون هناك تقدم الا بالبشر. صحيح. فالبشر هو العنصر الاساسي في اي تقدم. صحيح. وبالتالي النهارده لما بنتكلم على تنميه بشريه، والحقيقه الدكتور خالد عبد الغفار من الناس يعني اللي لديهم خبره مهمه في هذا المجال. صحيح. خالد عبد الغفار كان ماسك وزير التعليم العالي، وبعدين وكان وزير الصحه، ماسك وزير الصحه، وهم دول المحورين الاساسيين في مساله التنميه البشريه، تعليم وصحه. وبالتالي لازم يشتغل بقى معاه، وطبعا لازم يشتغل مع الثقافه، يشتغل مع الشباب والرياضه، ويشتغل كل الكلام ده، بحيث فعلا نعمل انسان مؤهل. صحيح. لهذه الثوره اللي احنا متمنيينها خلال المرحله المقبله، عشان يقدر نعمل النقله الكبيره في الدولة المصرية في المرحلة القادمة إن شاء الله.